ام هند. الو، السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. ايوه كده، هلوا عليا نعيشوني. يا حبيبتي انتي، وازيك؟ انتي عامله ايه في الطغالي؟ ازيك يا ام هند، وازاي السعوديه واهلها؟ الله، كانت جميله الحلقه اللي راحت، والله جميله في منتهى الروعه. هو لسه في ناس كده يا ست غاليه؟ شفتي بقى، حتى الصعايده بيتكلموا نفس لهجه السعوديين وحبايبنا العرب. ايوه، ما شاء الله عليهم، اكنهم سعوديين بالظبط. ما كل حاجه، احنا كلنا قريبين من بعض. ما شاء الله عليهم، وناس احترام وذوق وناس عسل صراحة. دي بقى الناس اللي راضية وحمد ربنا وعايشة ما في شاء نعمة. الله عليهم، شوفيهم كلهم عائلة في بيت واحدة، وعمالين يشتغلوا مع بعض، وكل واحدة أخت الثانية، وما شاء الله عليهم، ناس حلوين. ربنا يا رب يكرمهم. وبصي، اللهم صل على النبي، الله أكبر. يعني الست جايبة 11 وأحفادها 23 وعايشين في بيت واحد. ولما قلت لها انتوا عايشين ازاي كلكم في بيت واحد، قالت لي يا غالية احنا قاعدين في الخلا كله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ناس راضية وراضيين ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم والله بجد. بس انت يعني عاملة ايه؟ الحمد لله وبسم الله ما شاء الله. صح، صحيح فعلا، هم بيخلفوا عيال كتير، وده يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله، بيبقى فيهم بركة يا ست غالية. يعني عندنا كتبوا لنا على الفيسبوك، قالوا يا غالية بيخلفوا عيال كتير قوي، وما عندهم حق. يعني احنا مش لازم نكتر من العيال الكتير، بس ايوه صح، هم ما شاء الله عزوة عندهم. لا هم عزوة عندهم وبركة فعلا، بيبقى مبروكين عندهم. اصل كلهم بيشتغلوا. ايوه، ده بيشتغل هنا في الغيط، وده بيشتغل في البيت، واللي بيشتغل يعني كل واحد عارف شغلته، ما شاء الله عليهم. وسعادتهم بقى ان هم كلهم بيشتغلوا واخدين بالهم من بعض، وكلهم وكلهم يقوموا بيحبوا يعملوا كل بعض حاجة وراضيين. وراضيين، وكلهم بيحبوا بعض، كلهم اكنهم اخوات بالظبط. انت عارفة لا بقى، بس بيني وبينك انا رحت هناك بقى عشان ابعد عن المشاكل اللي هنا، وبعدين دول الناس اللي محتاجين نبص عليهم بعينينا. يعني نشوف، هربت يعني. شفتي، دول الناس اللي محتاجين نبص عليهم كده بعينينا. والله ناس عسل، وكانت حلقة أحلى حلقة عملتيها، هي آخر حلقة اللي هي كانت في، هي كانت في سوهاج صح؟ ربنا يخليكي، ده انت الاحلى. والله يرحم ام حميد بقى، هي لو كانت دلوقتي موجوده معانا كان زمانها يعني جابت تاريخ الصعيد كله. ده هي كان نفسها تشوف حلقات زي كده، ده الحلقات دي تعجبها خالص. الله يرحمها، وانت موجوده واللي خلف ما ماتش. يلا الله يرحمها ان شاء الله، ويبيحها ويسامحها يا رب ان شاء الله. ادعي لها يا ست غالية، وخلي كل اللي يكلمك يدعي لها. تسلمي وتعيشي، شرفتينا. الله يسلمك، سلمي لي على اهل البرنامج كله يا ست غالية. ربنا وفين يخليك. خالدة؟ ما سمعناش صوتها من زمان. انا نفسي خالده تكلمني، ببعت لها تحياتي وسلامي، والشيخ عبد الله والست نعيمه من المغرب، وحبايبنا في ليبيا وحبايبنا في العراق الله يسلمك ويسلمهم كلهم، وحبايبنا مسلمين في عليهم اليمن. كلهم. خلونا نسمع صوت خالدة، خليها تكلمنا. الله يسلمك. يا ريت تكلمنا. ونفسي برضو حبايبنا برضو في ايران اللي بيكلموني، صحيح ما بفهمش كلامهم قوي، بس برضو ما بيكلموني على راسي. كلهم على راسنا يا ست غالية، وحبايبنا في ليبيا برضو. كلهم كلهم على عنا وعلى راسنا، اهل العرب كلهم. الله يسلمك ان شاء الله، وانت تسلمي، بخير والبركة. ربنا يخليك. وجربي الدولمة دي يا ام هند بقى، ايه هتعجبك قوي. لا ده شكلها جميلة جميلة، تسلم ايدك انت، هي اي حاجة اساسا بترميها بتبقى طرية جميلة. كده. ايوه، وبعدين حلوة، وبتكفي بتدفي في الشتاء، وحلوة هي جميلة. اكلة شتوي. خلاص يلا، مع السلامة يا ست غالية، ما اطول عليكي، خلي غيري يكلم. مع الف سلامة يا ست الكل.